الحمد لله كثير الأسماء، والشكر له سبحانه على سابغ النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في حادثة المعراج والإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام النجباء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله في السر والعلن، فهي سبب العلو والنصر على الأعداء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها المسلمون، يقول ربكم تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه اختار من الملائكة أصفياء، ومن الناس رسلا وأنبياء، واصطفى من الأزمان الأشهر الحرم ورمضان، واختار من الأماكن المدينة والمسجد الحرام، كما اصطفى سبحانه المسجد الأقصى قبلة الأنبياء ومسرى خاتم الرسل والأصفياء. المسجد الأقصى اختاره الله عز وجل لنبيه ليكون مسرى له عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي المسجد الأقصى التقى نبينا عليه الصلاة والسلام بإخوانه، وصلى بهم إماما قبل عروجه إلى السماء. وقد جعل الله جل وعلا لبلاد الشام عامة، وللمسجد الأقصى خاصة، جعل لها فضائل كثيرة، وخصها بخصائص فريدة، وميزها بمزايا عديدة. فهذه الأرض هي الأرض التي قدسها الله وطهرها وأعلى شأنها بين العالمين وأظهرها. قال جل وعلا مخبرا عن نبيه وكليمه موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أما عمر المسجد الأقصى، فقد أخبر الصادق المصدوق أن المسجد الأقصى قديم بقدم المسجد الحرام، لم يفصل بينهما إلا مدة قليلة وزمنا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع للناس أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، في المسجد الأقصى وحوله بعث أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعلى أرضه وعلى أرضها، أرض الشام والمسجد الأقصى، عاش إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وصالح وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم ممن لم تذكر أسماؤهم. وقد جعل الله عز وجل هذه البقعة هي محشر الناس يوم القيامة. وفي قول الله جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: دلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الناس، والناس في آخر، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر ببلاد الشام. انتهى كلامه رحمه الله. والمسجد الأقصى من فضائله أنه أحد ثلاثة مساجد لا يجوز شد الرحال إلا إليها. قال عليه الصلاة والسلام:
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. وهذا حديث حسن. ومن فضائل المساجد الثلاثة أيضا أن الدجال لا يدخلها، فقد روى جنادة بن أمية رحمه الله قال: أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا من عندك. قال: فشددنا عليه، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: أنذرتكم المسيح الدجال علامته يمكث في الأرض أربعين صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، والطور. رواه الإمام أحمد. عباد الله، لقد بلغ طغيان الصهاينة مبلغه، وبلغ الظلم مداه، فها هو عدوانهم على المسجد الأقصى لم يفتر، واعتداءاتهم عليه لم تتوقف. فإن سألت عن مخططاتهم لتهويد الأقصى فهي مستمرة، وإن سألت عن مكائدهم فهي دائمة. فمنذ قرابة مئة سنة لم يترك الصهاينة وسيلة لتغيير معالم المسجد الأقصى إلا وسلكوها، ولا بابا لتمرير الظلم والمداومة على البغي إلا وطرقوه. وإن أردتم أمثلة على ذلك فها هي حملات الحفريات تحت المسجد الأقصى وأساساته لم تتوقف، وها هي المستعمرات المسماة زورا وبهتانا بالمستوطنات آخذة بالازدياد، وها هي الاعتقالات وهدم البيوت وترويع الآمنين، والحصار الخانق لا يكاد يسكن، بل حتى الدخول إلى المسجد الأقصى لأجل الصلاة فيه لا يتم إلا بعد التفتيش الجائر والحصار الخانق الذي يفعله هؤلاء بالشباب والشيوخ قبلهم، مع عدم السلامة من عبارات الشتم والإهانة والسباب. كل ذلك تحت مرأى ومسمع العالم من خلال ما تنقله لنا العدسات والكاميرات. وصدق الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فعلى المسجد الأقصى اجتمعت أمهات الظلم وأصول القهر من قتل وتشريد وحصار واعتقال وهدم وتنكيل وتجويع وتهجير، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المسلمون، لقد ذاق أهلنا في فلسطين الأمرين طوال العقود الماضية، وهم مع هذا يقابلون هذا الظلم بالصبر وجهاد الأعداء والتضحية بالغالي والنفيس والثمين والرخيص، فقد هدمت بيوتهم وقتل أبناؤهم وهجروا من ديارهم وحوصروا في أرزاقهم، وهم مع هذا لسان حالهم: نجوع ولا نركع، ونتألم ولا نخضع. وهم مع هذا كله صابرون محتسبون، موقنون بوعد الله الصادق لهم بالنصر والجازم لهم بالتمكين. فهنيئا لكم يا أهلنا في فلسطين هذا الرباط، ويا سعدكم بهذه المجاورة، وطوبى لكم على تلك المصابرة. وأذكركم بقول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي نعمة الزاد الذي تدخرونه ليوم المعاد. معاشر المسلمين، لقد أوجب الله عز وجل علينا نصرة دينه والذب عن مقدساته، ومع كثرة المصاب الذي ألم بالأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومع تداعي الأمم على أمتنا واجتماعهم على حربنا وحرصهم على استئصالنا، مع هذا كله علينا ألا ننشغل عن هذه القضية العظيمة التي هي قضية المسلمين بأسرهم، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. فحماية المسجد الأقصى والذب عنه واجب شرعي والتزام إنساني، لا يجوز التفريط به ولا التهاون في حمايته واسترجاعه ممن سلبه، وذلك لا يكون بالتصاريح المجردة والمشاعر المكنونة، بل يكون ببذل الأسباب، وهي بحمد الله عديدة. فمن ذلك الدعاء للمستضعفين، وبذل ما نستطيع لهم من الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، إضافة إلى إبقاء هذه القضية حاضرة في الأذهان عالقة في الوجدان. ومن نصرة المسجد الأقصى أيضا إحياء هذه القضية في نفوس الناشئة والبالغين، وتربيتهم على العقيدة والدين. وكذلك أيضا من وسائل نصرة المسجد الأقصى التنبه إلى مكائد الأعداء المتربصين، الذين جعلوا من قضية المسجد الأقصى مطية للنيل من الأمة والطعن فيها من الداخل. فحينما غزيت الكويت في سنة 90، صور للسذج أن تحرير الأقصى سيمر من هنا، وها هو ذات المشهد يتكرر حينما صور بأن تحرير الأقصى سيمر على جثث الأبرياء في بلاد الشام، وعلى أشلاء الرضع والشيوخ سيكون التحرير. ومن نصرة المسجد الأقصى استغلال المتاح من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لإعلاء صوت الذب عن المسجد الأقصى في كل الميادين وعلى جميع الأصعدة، وحث المنظمات الدولية والدول على بذل ما يستطيعون في سبيل نصرة المظلومين والأخذ على يد الظالمين. وظننا بربنا أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. فلا تحزنوا يا أهلنا في فلسطين الصابرة، ولا تستطيلوا الفرج، ولا تستبطئوا النصر، فالعاقبة للمتقين والتمكين للصابرين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المجرمين ومن براثن اليهود المعتدين، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، وكن لعبادك المستضعفين في فلسطين خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وأهلك أعداءهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وهيئ له بطانة الخير، واصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله نصرا للمكروبين، اللهم اجعله نصرا للمكروبين والمظلومين، وأعز به الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، طبقا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم انزل علينا من بركات السماء ما تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها.
اللهم اجعل ما تنزل من الغيث قوة وبلاغا إلى حين، اللهم اجعله قوة وبلاغا إلى حين، اللهم انفع به العباد والبلاد والشجر والدواب. يا ذا الجلال والإكرام، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بتقصيرنا وتفريطنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله دار أمن وأمان وسلامة وإسلام. اللهم صل وبارك على نبيك محمد وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وارض عنهم وعمنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قدم بالقدم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده. طيب الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.